السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة إناية تيفي. فيديو جديد معلومة أكيدة بحول الله تعالى. الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو واحد الفيديو خفيف ظريف، تو سامبلومون غادي نحضرو هنايا واحد الماسك اللي غادي يكون خفيف ظريف وزويون زويون، اللي هو يا ماسك المناسبات. يعني قبل ما تكون عندك شي مناسبة أو أي حاجة هكا كديري، كيعطي واحد النضارة وواحد اللمعة في الوجه، وكيعطينا هذاك لا كولور اللي كيكون فريمون بحال عندنا واحد فون دو تان في الوجه. يعني محتاجوش باننا كنديرو كميه كبيره من المكياج، يعني كنبغيو نكونوا كنفضلوا باننا نكونوا ناتورال، نكونوا طبيعيين، وخا نحطوا المكياج نبقاو طبيعيين. يعني الا كنتي كتقلبي على واحد باغا دير واحد المكياج خفيف خفيف، ولكن في نفس الوقت كتكون واحد النضاره، هاد الماسك يعني كنديرو فريمون ساعه قبل من الخرجه ديالتنا. تو سامبلومون غادي نطبقوه على البشره ديالتنا، على الوجه ديالتنا. غادي نخليوه 15 مينوت على الوجه، من بعد غادي نغسلوه بالماء البارد، وغادي نتبعوه بماء الورد. ماء الورد او مكعب بماء الورد، الا كنتو سميتو تقدروا ديروا مكعب واخا في هذا الثلج، او ماء الورد تو سامبلومون. نديروه بحال هكاك فريمون ابخي الماكياج كيبقى كيكون واحد الماكياج خفيف، كيعطي واحد النضاره، كيكون فريمون طبيعي 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 جدا. او اون بليس دو سا سي فريمون كتكوني جميله جميله بدون، يعني ما كتحتاجش بانك دير بزاف. غادي ندخلوا نيشان شنو غادي نديروا، عندنا ياغورس، ياغورس مسوس اللي هو اللي غادي نستعملوا. غادي تكون عندنا ملعقه كبيره. عندي هنايا الورد، الورد مطحون تو سامبلومون، ورد احمر مطحون، يا اما تشرو من عند العطار او تو سامبلومون ديرو بحال ملي كيكونوا في الايام. مثلا دابا غادي تشرو من عند العطار حيت ما غاديش يكون، ولكن الايام الاخرى كناخذو يا اما من الحديقه، ولا نشرو بوكي هكا كل شنو كنشفوه بوحدنا، نديرو في واحد البلاطو ونحيدو داك الوريقات ديالو، داكشي كنخليو مره مره. الا كانت الشمشه بزاف وداكشي كنخرجوه، يبقى ينشف غير في الشمشه هكاك تينشف على خاطرو تكولي فريمون جاف جدا جدا، وعاد نطحنو. ما كانش عندنا الحراره اللي دايره بزاف ولا هكا، تو سامبلومون الفران ملي كيكون صافي كملنا الطياب ديالو وجاي البروده، يعني بدا كيبرد حيدات الحراره بزاف، كندخلو ديك الساعه للصينيه ديالتنا ولا البلاطو اللي كيكون اون اينوكس ولا شنو هويا، وكنديرو فيه كيكون فيه الورد. غير هو دائما خاصنا نكونو مفرشين ليه واحد البابي، يعني ما نديروش ديريكتومون، ما نحطوش ديريكتومون. دونك انا هذا كنوجدو دائما كيكون عندي بحال هكا في الفتره ديال الصيف. شوف هذا الفضيحه انا بديت درسها ثاني، كيكون دائما عندي كنوجدو بوحدي هكاك، وتو سامبلومون راه كيكون موجود عند العطار. يعني هذا وحشنا فيه اليوم. اللي غادي نديرو معاه هو الطين الاحمر. الطين الاحمر يعني جميل جدا جدا لجميع انواع البشرات، كيوالم جميع انواع البشرات، وخاصه للبشره الجافه، ولكن كيوالف جميع البشرات نقدروا تستعملوا، يعني حتى البشره الحساسه العاديه، يعني كل البشرات وداكشي. ما تواجدش عندكم الطين الاحمر تو سامبلومون الطين الابيض، غادي ما نديروش الطين الاخضر، غادي نديرو الطين الابيض كنأكد. دونك هذا سميتو عندي معلقه معلقه من اي من كل حاجه، غادي نخلطوها اوب يب. دونك نخلطوها جيدا جيدا جيدا. الفضيحه تمت. خاص دائما لي فيديو ديالي خاصها تكون واحد هي تاني. دونك غادي نزيدو الطين ديالتنا الاحمر البنات، سي فريمون جميل جدا باننا نعتمدو. اش غادي نزيدو لهاد الوصفه؟ غادي نزيدو لها تو سامبلومون زيت الورد. زيت الورد غادي نزيدو ليه حتى واحد المعلقه، غادي تكون معلقه نزيدو ليه زيت الورد. غادي انا زدت ليه هنايا غادي نضيف ليه زيت الجوجوبا، نقدروا نديرو زيت ارغان، زيت اللوز، هادو هما يا ثلاثه الزيوت اللي نقدروا نديروهم فريمون. ديرو ملعقه كبيره، نشوف الخليط ديالي. يعني ماسك غني جدا جدا جدا، يكفي اننا دايرين فيه زيت الجوجوبا اللي هو واحد الزيت مرطب ومغذي، يحتوي على فيتامين ا، فيتامين دي، فيتامين او، يعني غني 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 جدا. زيت الورد حتى هو مغذي جدا، يكفي انه كيحارب لنا حتى هو هادو الانتفاخ تحت العيون، كيحارب لنا حتى هو الهالات، كيحارب لنا حتى هو التجاعيد الصغيره حتى هي. زيت الورد يعني حتى هو جميل جدا. الطين حتى هو يعني جميل جدا، حتى هو كيعطينا واحد الحيويه للبشره ديالتنا.
يعني كنشوفو شوف التماسك ديالو كيف داير. هو هذا هو الماسك ديالنا اللي غادي نديروه اليوم للوجه ديالنا مدة 15 مينوت. اللي سميتو اللي بغات تخلي حتى ينشف وداك الشيء تقدر، غير هو ما كاينلاش يعني 15 مينوت ديجا هو كافي كل شيء. غادي ناخذ منه هكا تشوفوا سي فريمون لابليكاسيون ديالتو على داك الشيء. سدير على سميتو مسألة الوجه ديرو هكا تابلي باليد، ما كيديرش من المكان ديالو بالاسباتول. داكشي علاش كنفضل انا دائما تكون لاسباتول او البانسو باش كتكون احسن، كيكون احسن داير فيها هكا. درنا بهكا دونك كنخليو مده 15 مينوت هكا. شوفوا هانتوما شوفوا غير في اليد ديالي كيفاش اللون ديجا بدا كيدير، يعني فون طان طبيعي ما محتاجينش بانكم تستعملوا فون دو طان من بعد او دير لكم واحد الكميه كبيره، لان الماسك ديالكم صافي راه ديجا داير هذاك واحد لا باز اللي هويا فريمون ناتورال ناتورال. غادي تكون واحد الكوش خفيفه، طبقه خفيفه جدا جدا جدا. نتمنى بان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكون وصفه سهله خفيفه ظريفه جدا. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى.